تقوم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي بزيارة المملكة العربية السعودية، والتي تعد أولى محطات جولتها الخارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. هذا وقد أكدت سهى جندي أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، هو الحق الذي أصلته الجمهورية الجديدة. وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن اختيار المملكة العربية السعودية لبداية حملة التوعية المباشرة للمواطنين بالخارج يأتي كونها تضم الجالية الأكبر من المصريين بالخارج حول العالم. كما أوضحت أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية، والتي يجب استمرارها وزيادتها.